السلام عليكم شباب، شلونكم؟ في اخباركم؟ ان شاء الله زين. رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم راح نلعب لعبه ماينكرافت. اخي ايدي انقطعت. شباب، عباس هجم علي زومبي وقطع ايده فلاسفه ومطينا ايد اليه. ونفس ما تشوفون شباب، انا صرت صغير شويه. لقينا الساحر رشم علي تعويذه شريره خلاني قصير. وعباس انا من 24 صار شكله الزومبي عداه. اخي دي تعورني، رغم انه شكلي ايد داريه فخامه بس تعورني. شباب، هواي مو هواي، واحد طلب مني من متابعين قال لي يسوي رحله استكشاف الكهف، فعادي نسوينا نفس ما تدرون انتم. فاليوم راح نسوي رحله استكشاف الكهف، وين كان؟ وان شاء الله نحصل دايموند. عباس، قلنا نعدل، قلنا نقصت ايدك بس شالفه الشعر. الشعر حلق شعر الزومبي، لا قلت لك ساحر ساحر قصرك الذبان بوشن حلق شعرك اللي تحلقت حلقة جديدة. فيا بنخليكم الفيديو. اوكي شباب، بس راح ندور على الكهف ونرجع لكم. لان حتى ايدك شنو طق لك واحد بوكسي؟ هسه طقك بيجي مال ايرون مان، طبعا هي مو مال. اي والله شو احسن لك؟ طبعا ايه طق بها، دايب عم طق بس بس. لا هاي الايد مو قوية كلش، خاف اطيرك الكهف. ايه فشباب، يصير ملل اذا ندور على الكهف وانتم يعني، فنقطع عليكم الفيديو عما يصير ملل، ومن رجعنا كهف نرجع لكم. خيدي. اوكي شباب، بعد ما دورنا لقينا كهف. عباس بس دروحتي، حتى اخذ بس دروحتي، عندي بس البنطلون، نلبس البوت حذاء، ونلبس تسبريت. شوف شباب، انا صغير شكلي كيوت. تمزين الساعة خلانا صغير. واضح واضح كهف واسع. ان شاء الله ان شاء الله كهف واسع. منين نروح؟ انت روح من هناك، انا روح من الجهة. لا لا، اكو كريبر. كريبر طيب هذا الكريبر بس طيب. روح والله كريبر كريبر ابن كريبر. يا اخي اخذ شمعني، اذا اجي الطريق ما اشوف اخذ شمع. رايح منه، ما اعرف وراك. الطريق مسدود؟ لا لا ما امشي. شفت شلون كل مسدود منه؟ ما يبغى بعد. اخذ فحم يفيد. فحم؟ طبعا. ليش ما انت تاخذه؟ يلا انا متهي. طبعا كيف مسدود؟ مسدود؟ شايف نحفر لي جوا، نحفر لي جوا، نحفر لي قدام لي جوا ساعتك وهيك حاجة بسيط ما يجي لك هالكهف. يعني نسد على الكهف طبعا. اي فين دور زين. اي جت كافي فحم. اوكي هسه نروح نصعد فوق. ها وين رايح؟ انا صعد فوق انت حنزل بحفرتك. دمجت. ماكو وخر فيديو. اخ نطق المسكين. هاي هنا هنا هنا. جيت كيف نروح هنا لكيف؟ وينك يلا؟ جاك جاك لقيت؟ طبعا. حلو، هذا كهفنا. شبيك ترجعنا؟ لا هاي ما فيها. شفت شفت؟ لا اكو شفت. فوق فوق صح، فوق اكو. زين زين، يلا تعال صعد. خير عباس صعد. يلا يلا فوق. حط شو هاي ايرون؟ يا جنان كفو. الايرون هم في شباب. اي شباب، كل شي في الايرون نستفاد منه. قبل احنا كنا غادس على ايرون، نقول عندنا ايرون هواي ايش عندنا بيه. اظن تظن اكو ايرون هواي هنا. حلو. قدام ضغط شمي ترى مسدود قدام، حاول تحفر شوي بس ماكو. ترى راح خلص شمي. شمعك راح خلص. تعال هاك فحم. تعال انا عندي احصنع شحم. شحم احصنع شمع. شمع شحم. لا شحم مو احسن شحم. اي شحم شحم. شباب، ايده عباس ايده الي والله فخامه طبعا. وفيديو الي تطلع. اي الحمد لله.
ده حلو كلش، بس القدلة ماتت شوية خايسة. دايما تشوف حطيت على التسريح، الحلقة الجاية تشوفون تسريحة مختلفة. لا حط رح لا حط إلى شعر مغني روك. عمي عباس لو محلق صفر أحسن لك. تطلع فيكتور. أيوه إيه شباب، طبعا احنا نعرف لعبة بابجي ونحاول ننزل منها، بس يعني ماكو صعب، يعني انقطع الفيديو، قلنا ما عندك ذاكرة تنزل. والله اخترعت زومبي دفعني خلاني. احنا ما ننزل بابجي، وما قلنا انتم ما عندكم ذاكرة، لازم يرادكم ذاكرة، فهذا السبب نقطع التصوير وما صار. بابجي تاخذ هواية من ذاك، وهم صعب شوية تفوز بيها. فاحنا شباب طبعا احنا ما نخشكم ونقول احنا هم نقص فيديوهات والا ننزل فيديو نفوز بيه، ننزل اي فيديو نلعبه. والله الفحم يفيد يا خز. فننزل اي فيديو احنا نخشيه. احفر 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 ما كل شيء ماما. هاي خلاص كيف؟ لا تشاغى والله. شباب ندورنا على كيف ثانية ونرجع لكم. شباب طبعا واحنا قاعد نفتر ندورنا قرية، انا لقيت قرية. واحنا قاعد نفتر ندورنا كيف لقينا قرية. طبعا انا لقيت شباب والله سري الاصفر. انا متحب السري الاصفر. اي حتى انا لقيت السري الاصفر. شباب هناك بوتيتي، اخذ اخذ تفيد البوتيتي. ها السري الاصفر خلنا ناخذ يانا سريع. ناخذ محاصيلهم. اي محاصيلهم. هاي صندوق 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 حلو. صمون صمون يفيد. اخذ بوتيتي بوتيتي فينا. اوكي تعال نموت شباب. طبعا قلت صمون ضق بق ضق صمون جنا ما جنا ما شايف صمون بماين وين الناس بالقر هذول شما خشوفهم يبعون فتشي حلو. وين لعبت وين 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 لا خفص بخر بخر وبالاخر يخفص لا بس لا يجي جزر 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 ناخذ محاصيل نشوف شي بيب الله بيع دروعه بس ما نريد دروعه. والله لحظة لحظة والله يبيع خوش شغلات عباس. والله خوش شغلات يبيع. حبسه حبسه حبسته شباب تدرون ايش حبسه بس بخر حبسته عمود لان يبيع خوش شغلات فنستفاد منهم. صدق شلون نحفظ القرية مكان القرية؟ مكان القرية ايزي ما ادري لا عشان هو كان يشتغل في الطباخ. اكو كهف في القرية. والله بي ايرون مو كهف يعني بس ايرون. تعال عباس هناك جرس اخذ الجرس يفيدنا. ابا اكو نقشات حلوة بالبيوت اخذن نقشات. وات شنو نقشات بالجار. نقشات بالجار. شباب هناك محاصيل هواي فتعرفون شو راح اسوي. نبوق محاصيل. وخر وخر لا تزرع. لا شنو نبوق نستعين نستعين. اي نستعين. شباب والله كيف ما نستعين. اي والله شنو بوق. بوق نبوق. بوق بوق. بوق. والله شو. شوف القرويين عندهم اشياء حلوة يعرفون يبنون بيوت. اي اي. هذا يبيع هواي. بعدنا ما داير مقابل. اوه رفاق هذا ليش ما اخذتي؟ هذا هذا. هذا فيد؟ طبعا في شكل نعدل بيتنا بيوم من الايام. خوش نحن اشياء سرية وشماعة. اوكي اوه عباس عباس نا اكو كهف عباس. هذا هذا شوف وين اكو كهف وين حبيبي ما يتكسر. والله ما ادري كسر بيدك. وين اكو كهف؟ ما شاء الله اوكي خذ محاصيل. محصل لي ياخذ والله خذ فلفل ناخذ هاي نونا كو كهف بزونة صغيرة شايفها فار. شباب في كهف طبيت طلعت من الصفحة الثانية. اي هذا الكهف طلع دخلت لاني. اي كهف بايخ. هذا كهف مو خوش كهف وين مو كهف لو كهف مو كهف يا اخي قروين. هذا كهف وين بس لا يطلع مو كهف مو كهف مو كيف مو كيف شنو صار ما ادري حصان حصون
شباب ساعات يصيرون اكو اشرار يم القرية. يصيرونهم ما ادري ما قاعد اروح عليهم عبود نكتب من اخذ اشياءهم. فماكو دونا على كيف نرجع لكم. اوكي شباب لقيت كهف حلو يقبل يجنك شباب. شباب والله لقيت لي كهف، لقيت لي كهف بفرعين. قاعد امشي وطحت هنا أنا. لقيت كهف بفرعين. تمنى خرن الله. جيب جيب محمد. لا تشغل الدائرة. دائرة الدائرة يب. Let's go. يس كريبر. الحمد لله ما انفجر. شباب هاي الدائرة اذا لقيتها رضا تعال يمي طي شمع وهذا الكريبر الورق خليه راح اغدره راح اغدره 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 فجر علي رضا طي شمع اعطيني ها اوكي بليز طيني بسرعه 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 هسه شبيك شبيك بسرعه احب بسرعه بسرعه عشان تروحي تشني بحط تاكل يا اخي رضا صرنا ننزل وياك طحت انا كلش كش ما اشوف انزين والله كيف عميق ها والله كلش عميق انزين انا لقيت هذا الكيف افضل بتفيح على راسي امشي 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 بس خلنا امشي لا هذا بيت سيفي شو الغباء يعني انزين انا جاي لا شنو دايموند ها جولد جولد ها جولد كف اكو لافا معناته اكو دايموند قريب لقيت لافا هاي يمي شباب اذا لقيتم بركان معنى مو بركان يعني لافا براكين ها اي معناته اكو يما دايموند متاكد مو متاكد بس يعني معلومات ماينكرافتية يعني تفلسف ماينكرافتي اي نزين هنا يا راجل ما ضبطت ماي نجيب الكهف بعد بكت ماي عندي بكت ماي انا بس مو بالمنتال خليته بالبيت يدري هسه يقول لك لا تجيب لنا بالمرة الجاية نجيب لنا كهف مو نجيب لنا كهف نجيب لنا بكت ماي صفى ماي ماي يعني عباس تشعبي شاقة والله تشعبي اقطع الفيديو اقطع الفيديو انا اسوي شغلة اقطع الفيديو ليش؟ اقطع الفيديو اوكي شباب طبعا عباس قاعد يدور على الكهف فدور عليه انا دليت عليه مدري بس هو ندلع قال لي تعال دلين وين الكهف رحت له انا نسيت وين الكهف فاوكي شباب هذا التشعب ما اعرف التشعب فو هيك يعني شقه بالقاع ها شلون شقه بالقاع شقوق جد طح بالنار طح بالله بالله جرباك جرباك ارضى بليز لا اعطيني من ورا اي ما اطقك ما اطقك بس راح ادفع انا عارفه لا لا ما شباب ما عباس طاح بالماي باللافا يا ماي عباس حيموت عباس مات شباب شباب نقطع الفيديو على ما اجيلي ونرجع لكم راح انتظر انا هناك ايش ما حسوي اوكي شباب عباس جاني جاني بس وانا هنا كنت بايع على اللافا دبنا عباس دفعني بس الحمد لله الحمد لله عشت رحت على الماي بسرعه بس دروعني يا ما اذا ما طيح هيك لا لا يا اصبر اصبر بعدين بعدين لا يا ابي هنا اكو خفافيش خفافيش خفيش شوف مش عارف شيش كباب ايه شيش كباب شباب طبعا انا ضلت ما احب الخفافيش بسبب المرض تعرفونه ما اذكر الزي ما ادري اقوله ها عباس انت ما تعرفني لا يا ابي احنا هنا احتراف يا احتراف ما تطيح بالله وماك ولا ما يمك شلون كان عباس يمك بابا عباس احترافيات الباركور انا احرف احرف باركور باركور هنا أنا. عند رحت هنا بابا بابا شباب ادرجع وي طيح الله صبح هيك تفيك الحمد لله لا اسكريتك لا انت تضحك تضحك لا رضا لا تطقني مو
الصفة. والله مو أنا، عندي بو حتى ما عندسهم. وين هذا السكرتون؟ لا جمع ريدستون. ريدستون شو استفاد منه؟ يلا عاد استفاد منه. ريدستون هذا شباب يعني تكلينوجيا. ها؟ الله. في بيت تكلينوجيا. يا ولد. جو. سكرتون هذا. مو فوق المعلنة. العب اللعبة هم. ذب العنكبوت باللافا. ايش؟ يلا بلعب ثالث. بسرعة بسرعة. راح يبلع ثالث راح يجي ثالث يلا. عباس خلاص قبل شوي نجمع لنا ايرون. يعني كل شيء. هذا ايرون بصفك ما تجمعه؟ صغر وخر هذا سكيلتون. ابن سكيلتون. سكيلتون. يعني شنو؟ مثلا ابن الدب؟ ابن الاسد ها دباك دباك سكيت ما ابغى عليك لا تحطني بنفسك الله يلعن شباب السكيت راح اسوي لي انه سامك الله يلعن ابو التفاح شباب شباب السكيت راح اسوي لي انه سامك قاتل ايش لا شباب انه سامك قاتل ما تتخناق لي اخر جزء قاتل والله سوى سامك قاتل يا الله كسلعنا الداع وهاي اللافا مشكلته خايس شباب هذه شو اخبارك؟ اوكي شباب راح ارجع واروح العباس ما برجع يا اخي شباب ما تحس بالمعاناة فد ننتظر هو از جز ماما بس لو نقلت كم اي كذي خلاص ما شوف اي شي والله الحمد لله اوكي يا شباب بعد ما رجعت انا شباب والله ان شاء الله خايس واحد ينتظر ثاني ساعه بعد ما رجعت انا رجعت طبعا وسويت المقدمه مو مقدمه يعني رجعت وحكيت بس ما ادري قلت اني قاطع التصوير فوان كنت قاطع التصوير عباس صاحب اللعبة ومات بس رجع شباب والله معانا كل ساعه نعيد كل ساعه واحد منا يطيح باللعبة ها؟ لا نفوق هذا دايموند واحنا ما لقينا يا اخي احنا جينا هنا عود دايموند ايه؟ شو نريد؟ ماينكرافت ترى ما نريد بس دايموند ذاك الشيء الازرق بعد يا رب تعرفوني ها؟ جيت كيف تشعب ثاني نكسر هذا كيف تشعب ثاني؟ اه شو كبير حنك والله لا 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 شنو كيف تشاء لا لا قديم أنا ما كنت أعرف أنا جبني بالجزرة ناس هي ما مشت براو وش بابك هو فروع بالكوف من هناك فرع من هناك فرع وين هم فرع تم فرع يعني أنا يعني أحلى من الدنيا بس أوه لقيت جولد كفو شباب هذا ذهب اللي تحب الدايموند شو طبعا ما تصدق ما تجي تحب الدايموند جس تنقله بالدنيا ايه اه لقيت لقيت ما لقيت عبالي يقول لقيت عبالي يقول ما لقيت وش بابا حصل الذهب هواي ذهب لو جولد جولد بس لا ترى يعني خلينا نثقفين ايه انقل يلا شباب اوكي شباب وهنا وصلنا لنهاية الفيديو هذا كيف كلش كبير فما قدرنا نسوي نكمله كله بحلقة واحدة فبالحلقة الجاية ان شاء الله حنكمله لا تنسوا لايك واشتركوا بقناة المشتركين وبس مع السلامة باي باي.